برنامج افحص هو احد البرامج الطموحة الاستراتيجية لحكومة أبوظبي، يأتي ذلك ايضا انطلاقا من توجيهات القيادة الرشيدة الدائمة بوضع صحة وسلامة المواطنين وكل من يعيش على أرض دولة الإمارات كأولوية أولى في هذا الموضوع وفي تلك البرامج الاستراتيجية. برنامج افحص هو عبارة عن حزمة من الفحوصات تستهدف كل فئة عمرية اعتبارا من 18 عاما وأكبر. هذه الفحوصات تستهدف أكثر الأمراض انتشارا في دولة الإمارات، وكذلك أيضا أكثر الأمراض المسببة لمضاعفات المرض وأيضا الوفيات لا قدر الله. برنامج افحص يتكون من حزمة من الفحوصات، وهي تستهدف الأمراض الأكثر شيوعا في دولة الإمارات بهدف طبعا الاكتشاف المبكر لهذه الأمراض أو عوامل الخطورة. طبعا الاكتشاف المبكر عن هذه الأمراض بالتالي سيساهم في التدخل العلاجي المبكر الذي يؤدي بالتالي إلى علاج هذا المرض بصورة نهائية، أو على الأقل تقليل مضاعفات المرض وأيضا منع الوفاة. برنامج افحص لهذا العام 2022 تم تكليف 5 مزودين رئيسيين في الإمارة لتوفيره، وهم شركة أبوظبي للخدمات الصحية صحة ومبادلة للرعاية الصحية، ومجموعة VBS وميديكلينك وNMC. هؤلاء المزودين لديهم انتشار واسع في كافة مناطق الإمارة، أبوظبي والعين والظفرة، وبإمكان حاملي بطاقة ثقة التوجه لأحد هذه المنشآت للقيام بالفحص المطلوب طبقا للفئة العمرية. بالتأكيد هذه فرصة عظيمة، أدعو جميع حاملي بطاقة ثقة لاستثمار هذه الفرصة والقيام بالفحوصات، وما عليهم سوى اختيار الوقت المناسب لهم واليوم المناسب لهم، وكذلك أيضا مكان وموقع الفحص الذي يفضلون إجراء هذه الفحوصات به. فهذه فرصة عظيمة وفرت القيادة الرشيدة، ندعو الجميع مرة أخرى لاستثمار هذه الفرصة والحفاظ على صحتهم عن طريق الاكتشاف المبكر للأمراض للوصول إلى مجتمع يتمتع بالصحة والسلامة.